نحن جماعة في قرية الصعيد، ويوجد في هذه القرية الكثير من الجزارين، وهم يدينون بالديانة المسيحية، ونحن نأكل من هذا اللحم الذي يبيعونه لنا. هل هذا حرام طبيعة الشيخ؟ أفيدونا بذلك. هذا ليس بحرام، ذبائح هذا الكتاب مباحة، بدليل قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمراد بطعامهم هنا ذبائحهم. الله أباح لنا أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب، لكن بشرط أن يكونوا ذبحوها على الطريقة الشرعية. أما إذا ذبحوها بغير الطريقة الشرعية كالصعق الكهربائي والخنق أو الوقز أو ما أشبه ذلك، إنها لا تؤكل ذبائحهم، كما لا تؤكل ذبيحة المسلم إذا فعل هذه الأشياء. المسلم إذا ذكى على غير الطريقة الشرعية لا تؤكل ذبيحته، كذلك الكتاب من باب أولى، إذا ذكى على غير الطريقة الشرعية إنها لا تؤكل ذبيحته، أما إذا ذكى على الطريقة الشرعية فإن ذبيحتهم حلال. نعم.